السلام عليكم، انا يوسف من مدينه سلا. السن ديالي 32 سنه، سائق تاكسي مهني عامله الرباط. خوتي انا تعرضت للنصب والاحتيال من طرف واحد الشركه اللي هي وهميه. كريت من عندهم الطوموبيل لمده 4 شهور ولا 5 شهور على حسب الخدمه ديالي، باش نخدم مع شي ناس باش نساريهم. من بعد كريتها من عندهم، عطيتهم 4 ديال المليون. سال لي التامين، حطيتها كريتها في 24 شهر 12. بقات عندي 6 ايام، سال ليها التامين، حطيتها في الباركينغ على اساس باش يجد ليا مول لوكاسيو التامين ديالها. كان صوني في كنعيط ليه، حتى واحد ما كيجاوبني، كنعيط للشركه حتى واحد ما تيجاوبني. حطيتها تما تنشوف اش غادي ندير. من بعد تنتفاجئ، جاو صحاب الشركه ديال رونو، جاو هزوا لي الطوموبيل ديالي من الباركينغ. كنتفاجئ بالشركه اللي هي نصابه، اللي هي وهميه. من بعد وانا ندير الشكايه ديال النصب والاحتيال، باقي ما كاينش الرد ديالو. هاد السيد نصب عليا، هاد السيد مشي لعندو انت، واش مشي لشي اجونس؟ كانت عنده اجونس في الرباط، ومشيت لعندو، مد ليا سميتو المفاتيح والكونطرا ديالو الوراق. المهم درت مع داك الشيء القانون. من بعد هما الوراق ديالو بقاو عندي، من بقاو عندي الوراق ديالها، الكارت غريز ديالها، الكارت غريز. وهزوها وخلاو لي النمره تما عند واحد السيد تما، قال لك راه باقا ما كاملاش في الكريدي. ما كنعرفوش، ما شفتهمش انا ملي هزوها، جاو بلا علم ديالي هزوها ومشاو. خلاو على النمره عند واحد السيد كان جالس تما، خلاو قال لي لا، جا مول الطوموبيل عطيه هاد النمره هادي. تنصوني عليه، قال لك راه سير دير شكايه للوكيل الملك وصافي. ما داكشي اللي مشيت درت الشكايه للوكيل. ماشي من حقهم يهزوا السياره، خاصهم يتابعوا مول لوكاسيو، ما يتابعونيش انا. عطيت 4 ديال المليون وبقيت بلا خدمه، وكنت معول على هذه الخدمه هذه ان شاء الله، وانا شيفور طاكسي. دابا 5 شهور ما كنخدمش، 5 شهور ما كنخدم لا خدمه لا ردمه، وكنعاني من مرض فيها كاع، تنشرب الادويه ديال الاعصاب. في شهر واحد دابا بقيت بلا خدمه، لا مع هذا الوباء، هذا الشيء اللي وقع عاد زاد جلست مزيان، حيت ما بقيت لا خدمه لا والو. وكنطالب من السلطات والرجال الحموش، تواصلت معهم في التليفون، مشيتيش عندهم، ما بقاوش يجاوبوني. طفاو كلشي، ما بقاوش كيجاوبوني. شركه اللي نصابه كيكريو لك وكيكريو لك واحد الثمن، من بعد كيجيو يهزوها لك، كيمشيو يعيطوا للشركه كيجيو يديوها لك، وكتبقى انت هي معلق. هما كيتنقلوا من بلاد لبلاد، كانوا في كازا، سولت عليهم في كازا شويه تنقلوا، قال لك كاينين في كازا ومراكش، ما بين كازا ومراكش. هذه ماشي واقيلا انا اللي اول مره اللي تعرضت لهم. هذا الشيء اللي كيخليو الطوموبيل وكيخليو منهم للشركه ديالهم، هما كياخذوا الفلوس وكيمشيو، ما كيبقاو يتنقلوا من المدينه للمدينه. وهذا السيد راه مرضني، راه 5 شهور ما كنخدم ما والو، انا سائق طاكسي، وكنطلب من السلطات المحليه وصاحب الجلاله يشوف لينا في هذا الحل المشكل. رانا تنعاني بزاف، ومرضت فيها، كنعاني بزاف من هذا المشكل هذا. الله يجازيكم بخير. ها هو السيد اللي نصب عليا، ها هو التامين سالا، يلا سالا في شهر، في راس العام سالا التامين ديالها، حطيتها جاو هزوها ليا. 6 ايام انا خديتها في 24 في 12 12، وهي سالات في راس العام ديال 2020. سالا راس العام، مشيت حطيتها، تنسن تنعيط ليه ما تيجاوبنيش، كنعيط للشركه ما تيجاوبونيش، صافي النوامر طافيين. صافي ديك الساعه عرفت راسي رانا تعرضت للنصب والاحتيال من هاد الناس.